اوف بيبي، طيب خلينا نفترض انها صحيحه. حبيبي لو الخبريه صحيحه على القليل كانت قامت الدنيا ما قعدت، كانوا حطوها خبر عاجل على التيفي. لا يا حبيبي، الخبر العاجل بيطلع بعد الزلزال مو قبله، بعدين تويتر وفيسبوك كل العالم عم تحكي عنه. بعدنا مش فايت الخبريه براسي بيبي. طيب انسى افتراضيه الزلزال، افترض اني انا متت بتسونامي. يا اخي بركان فجر بوشي، يعني هاي بتصير ولا ما بتصير؟ هون بدبي تخيل صعبه. حسام ذبحتني، ها انا بدي النتيجه. اخي انت بتتجوز من بعدي ولا لا؟ شو هاد؟ ادري عم نشرب قهوه، ما طلبنا عصير. بعرف ما طلبت عصير، هدول عم بوزعهم على روحي. بعيد الشر عن قلبك. حتى انت يا ادري. حتى انا يا حسام. انسنور خرج اطلب منك طلب. تفضل انسنور، بدي اياكي تطلبي من كل الصبايا يسامحوني، وخص نص انت والانسه ميديا وبين جيراننا الانسه سميحه. ايه الله يسامحك، تكرم عينك. ايه صحيح تذكرت، اختي بعظام رقبتك ما بتتركي الى الانسه ميديا الا لتسامحني، لانه انا قلت بظهرها انه هي ما لها علاقه بالفن، وانه صوتها ما حلو، وانه صوت ابو ديبو بياع المازوط عنا بالحاره احلى من صوتها. ادري اشي روحي اشو. هلا انت عن جد هيك قلت؟ ايه والله هيك قلت يا انسه نور، وندمان كوميات لاني هيك قلت عليها. ابي قولي لها انه صوتها ما اشبه شيء، صحيح ما مثل صوت صباح فخري بس ماشي حاله كويس. شو صوتي انا؟ غميان. ايه انسه نور، وقولي لها بنت جيراننا الانسه سميحه تسامحني على كل فساده وكل فسفوسه فسفستها لخالته فريده. روحي الله يسامحك يا خالته فريده على هالعمايل اللي عملتيها فيني. ادري اشي روحي اشي. خلص اخي نحنا مسامحينك دنيا واخره. صحيح وينها سميحه؟ يا 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 بدي احكي لك على بنت جيراننا الانسه سميحه، دخلت لعند المدير تبع المطعم، زتت في وجهه اليونيفورم وقلبت خلقته وسحبت سائر من ايده وطلعت لبرا. والله والله ما تدرى خالته فريده انه بنت جيراننا الانسه سميحه عملت هيك عمله. والله لتطق مرارتها وتزعل منها. ميكن فيري ماتش. بتعرف شغله؟ انت عبس مستحيل تتغير. اوبي بتعرفوا صبايا؟ مو معقول هالزلزال قديش كشف عالم. هي والله كنا مخدوعين في وايد ناس. فعلا بس كريم، لك معقول كريم؟ هتخيلوا طلع هو اللي طاقني برغي بالشركه وكان ممكن يلعوني بسببه. ليش وسام؟ سافر بدون ما يخبرني او حتى يحاكيني تليفونه. ولا نانا اللي خلتنا ومشت. صبايا انا رح موت من الجوع. اطلب لكم بيتزا. شو بيتزا؟ يبالها نص ساعة لين ما توصل، وأكيد بيستوي الزلزال قبل لا توصل. بالله شو يعني أنا هلا بدي موت وأنا شو